اهلا بكم اعزائي اولياء الامور مع موقع نذاكر في درس جديد بعنوان الوحده بين اقاليم مصر. الشعب المصري هو اول شعوب العالم اللي قدرت تحقق الوحده التاريخيه. الوحده التاريخيه دي مرت بعده مراحل، مش في يوم وليله كده اصبح المصري القديم او المصريين عندهم وحده تاريخيه، لا، في الاول المصريين كانوا اقاليم متعدده ومختلفه، ولكن كان في اقاليم كبيره. تعالوا نفهم مراحل الوحدة التاريخية. لما ابني يجي يسألني الوحدة التاريخية ظهرت في مصر ازاي، اقول له اخدت عدة مراحل. اول مرحلة بعد ما الانسان استقر في الوادي قدر يعمل القرى، ادي اول مرحلة عمل ايه؟ القرى، وقرية جنب قرية جنب قرية عملوا مدينة، اتكونت المدن، ومجموعة مدن جنب مجموعة قرى عملت الاقاليم اللي هي حاليا المحافظات، حتى أصبحت مصر مقسمة إلى مملكتين رئيستين، مملكة في الشمال ومملكة في الجنوب. يبقى أول مرحلة للوحدة تكوين القرى، تكوين القرى. المرحلة الثانية تكوين المدن. المرحلة الثالثة تكوين الأقاليم. وبالتالي ظهر عندنا إقليمين رئيسيين، إقليم الشمال وإقليم الجنوب. طيب المرحلة الثانية الرئيسية بقى، نجح الملك مينا في توحيد البلاد سنة 3200 قبل الميلاد في انه يعمل وحدة تاريخية حقيقية في مصر. طب ابني ممكن يسألني مفيش حد قبل مين حاول انه يوحد مصر؟ فيه، ولكن كلهم فشلوا. اول ملك نجح في تحقيق وحدة البلاد في مصر هو الملك مينا سنة 3200 قبل الميلاد، وقدر مينا يأسس جيش وطني قوي. الملك مينا ده قدر يعمل جيش وطني قوي جدا، وقدر كمان يأسس عاصمة للبلاد هي مدينة منف. يعني ابني لما يجي يسألني عاصمة الوحدة التاريخية التانية هي ايه، اقول له هي مدينة منف. يبقى افهم من كده ان الوحدة التاريخية في مصر القديمة مرت بعدة مراحل، تكوين قرى ومدن واقاليم، واصبحت مقسمة لمملكتين رئيسيتين الشمال والجنوب، وجه الملك مينا احد ملوك مملكة الجنوب وقدر يوحد البلاد سنة 3200 قبل الميلاد، وعمل جيش وطني قوي عشان يحافظ على وحدة البلاد، وأسس عاصمة للبلاد كانت عاصمتها منف، أو أسس مدينة كعاصمة للبلاد وهي مدينة منف. تقدر حضرتك دلوقتي تقيم مستوى ابنك من أنه يوضح لك مراحل الوحدة التاريخية، مين الملك اللي قدر يعمل الوحدة التاريخية، عملها سنة كام، عاصمة الوحدة التاريخية كانت إيه، المراحل او المرحلة الاولى تشمل تكون ايه والمرحلة الثانية تشمل ايه. لو الدرس عجب حضرتك ياريت تعمل لنا لايك وشير وكومنت لصفحة نذاكر على الفيسبوك.